أنا في تقدير الجهاد يجب أن يكون ضد العدو الإسرائيلي أولا، يعني هذا العدو هو العدو الذي يجمع عليه الجميع. يعني إذا في عرب لا يعتقدون بأن إسرائيل هي العدو، هؤلاء ليسوا عرب وليسوا مسلمين. يعني هذا هو هذه البوصلة يجب أن تكون باتجاه هذا العدو، ويجب أن كل المقاومة كل البنادق يجب أن تتوجه باتجاه هذا العدو، اتفقنا أو اختلفنا. وهذه نقطة مهمة، لأن هذا الشيء الوحيد اللي يوحدنا.